وهذا هو اللي تاثر على الفروق، لان الجماهير اللاعبين تيسمعوا هذه الهضره فتبقى تقارن بين موسى وبين ارمومن، ولا بين ارمومن وبين موسى. اه جريت على موسى وجبتو فلان، ارمومن لا جريت على، علاش ما خليتوش الاخر هذا العام دخلتو بزاف فلوس وما شريتوش هذا. كان راه شفنا في الانتقالات اشنو هو اللي تيسكت هذا الشيء؟ النتائج والاداء في ارضيه الملعب. هي كان الماتش زوين وماتش كما تنقولوا بلان وماتش ونت، انا ماتش بلان وماتش ماتش انا فيه كل شيء، فالجمهور تيرتاح وتيقول لك عندنا لاعبين وتستناو فلان اللاعب تبارك الله غيكون مزيان، وتستناو هذا والمدرب، تتكون على الاقل تتخدم في واحد الهدوء. فاش يكون العكس والله يحفظه، لان الشامبيونز ليغ راه سيف ذو حدين. صح، اشناو سيف ذو حدين، بديتي قبل من الفروق والله يحفظ، كانت نتيجه سلبيه وما مشيتيش فعرف بانك غتاثر عليك بزاف، لان غدا الهضره وغيبدا القيل والقال. ونتمنى الفروق اللي مشاركه كلها في البطوله الافريقيه ان شاء الله، لان هذه البطوله وهذه المباريات هذو فتعطيو اضافه ولا تعطي واحد الشحنه ايجابيه للفروق اللي تتاهل للمجموعات.